pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim oleh Haji Darwin Hasibuan SPDI Qari Internasional. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا.
وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا بسم الله الرحمن الرحيم لو أن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم
Sadaqallah.